صادرت السلطات الألمانية ما قيمته 50 مليون يورو من عملة بيتكوين المشفرة من المحتلين، لكن هناك مشكلة واحدة، ليس بمقدورهم الحصول على المال، يحتاجون إلى كلمة المرور. مدعون في مدينة كامبتن بولاية بافاريا قالوا إن الرجل حكم عليه بالسجن، أمضى عقوبته وظل ملتزما الصمت طوال تلك الفترة، بينما بذلت الشرطة جهودا فاشلة متكررة لكسر الرمز والوصول إلى أكثر من 1700 بيتكوين. وتخزن البيتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية، وهي مؤمنة عبر التشفير وتحتاج كلمة مرور لفتحها ثم الوصول للنقود الإلكترونية. وأدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق عن طريق القرصنة على أجهزة كمبيوتر لاستخدامها فيما يعرف بعملية التعدين، أي إنتاج البيتكوين. وحين سجن كان ما ادخره من بيتكوين يساوي جزءا ضئيلا من القيمة الحالية. وارتفع سعر بيتكوين على مدى السنة الماضية ليبلغ مستوى قياسيا عند 42 ألف دولار في يناير كانون الثاني، ويجري تداولها بحدود 37 ألف دولار حاليا. السلطات لم تحصل على المال صحيح، لكن الرجل أيضا ليس باستطاعته الوصول إلى عملته السابقة من البيتكوين.